اذا كذبوا عليك انا مو دخلني. حبايبي كريرين غايه، كيفكم؟ ازيكم؟ شلونكم؟ ايش اخباركم؟ وهلا بحبايب شيماء وين ما كانوا. قبل لا نبلش الفيديو، قبل لا نحكي في الخلاف يلي صاير، لا تنسوا تشتركوا في القناه اذا كنتوا اول مره بتشوفوني، لا تكونوا فرد من حبايب شيماء ولا تنضموا لعائلتنا، هلا فيكم. كمان تابعوني في الانستغرام، لانه يعني الانستغرام بحط فيه يومياتي وكل شيء، وهذا الخلاف وهالخناقه هلا اللي موجوده وهالمشكل بلش من الانستغرام. اللي متابعيني في الانستغرام بيكونوا شافوا ستوريات. المهم خلونا نبلش في الموضوع. الخلاف او المشكل اللي موجود هو مع يوتيوبر لبنانيه اسمها سحر خليل. اتهجمت علي واتهمتني بالسرقه وبالتقليد وما بعرف شو. هي نزلت فيديو على قناتها وهذا الفيديو حكت فيه عني، حتلاقوا الرابط تبعه بصندوق الوصف، روحوا شوفوا. يعني هي حكت عني، قالت انه انا بغار منها وانا بقلدها وما بعرف شو، نزلت ستوريات بلشت تهاجمني واتهمتني انه انا بسرق افكارها وسرقت فكرتها في تاسيس الماركه. الماركه تبع انقاذ بكولكشن صار لشهر يعني انا فاتحاها، وحلمي تبع الماركه من زمان، وكنت بحكي لمتابعيني ومتابعيني عارفين هذا الشيء. ف انا هلا بلشت في مشروعي خطوه بخطوه الى اخره، وهي بلشت تحكي عن هالشيء رغم انه انا لسه مبلشه. حبيبه قلبي انا ما سرقت منك الفكره او لانه انت سويتي ماركه انا حابه انه اسوي ماركه، لا، في كثير عالم عندهم نفس هالحلم، في كثير عالم مسويين ماركات، بس كل واحد عنده اسلوبه. هلا جوتشي مو هو زارا، كل واحد يعني عنده طريقته. المهم بلشت تحكي عني، اجوا متابعونها بلشوا يسبوني، نزلت بستوريات، عملت كذا 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 وكذا الى اخره. وانا حكيت بس ما جرحت وما حكيت عنها بالعاطل ولا شيء. بس قلت انه هي حتنزل فيديو، ونزلت هي فيديو اللي قلت لكم صندوق الوصف، انا كمان حنزل فيديو مشان اورجيكم الحقيقه يا جماعه، مشان تعرفوا الحقيقه، مشان تعرفوا الدلائل. انا ما بحب هالمشاكل، ما بحب هالفضايح على اليوتيوب. انا بعتبر اليوتيوب منصه لعرض المحتوى، سواء كان محتوى تبع التسليه او تبع التعليم، يعني تعليمي او للتسليه والترفيه. انا بحب انه اعرض محتواي، انا صانعه محتوى. ما بحب انه اعرض الفضايح والمشاكل، انا ضد هالشغلات كلياتها على اليوتيوب. بس مادام انه حكت عني، انا اجيت اعمل هذا الفيديو كرمال اوضح لكم شو صاير وليش هذا الخلاف، وحابه انه اعطيكم الدلائل فيجوال، يعني بتشوفوها، حتشوفوها وتسمعوها. فلهيك انا دورت على رقمها تبع الواتساب، لقيت رقمها لسحر، وهلا هذا الا قدامكم فيديو وحنسمع وحنسمع وحنشوف كلياتنا كل شيء. لحالكم انتم حتشوفوا بدون انا لا احكي لكم شيء، لانه الناس عم تتهجم علي، انا ما بتهجم على حدا، انا بحبكم كلياتكم. حتى متابعيني اللي في بعض من متابعيني راحوا وشفت انه هي حاطه وكذا، هذا من حبهم لإلي، بس متابعيني بعرفهم انه هم ما بيتهجموا على الناس بهالطريقه. وما حابه كمان انه متابعين سحر يتهجموا، حابين نحل هذا الخلاف بالحقيقة وبالواقع هلا، وحتشوفوا كل شيء. ما حابة تكبر هالقصة، ما حابة انه يكون ضجيج، ما حابة هالشغلات، ما بعرف، ما بحب هالمشاكل. هلا بنحكي مع سحر ونشوف مين فينا يلي عنده الحق ومين فينا يلي عنده الحقيقة. تمام، حدق لها هلا فيديو. ليكو عم بستناها لتقلي ليكا. هاي هي سحر، اهلين. ايه سحر، شو هالشي اللي قاعدة عم تحكي عني وما بعرف شو هاد؟ اول شي انا بالشغل ما في عزه ولا في اعمل شي، ما في يعني ما بقدر اعيط، يعني عيب مكان اول شي انت بتعرفي شيماء انه انت اللي بتنتبه حقي مش انا اللي بتنتبه حقي، كنت بتعرفي هالشي كثير منيح. انا بس بدي اسالك سؤال، بتجاوبيني على كل سريحة. اها اوكي، انت بدك تعملي ماركة باسمك، اوكي على عيني وعلى راسي، بس ليه بدك تدقي للتاجر يلي انا بتعامل معه؟ انا انا ما دقيت لحدا، انا في المغرب شلون ادق لحدا واتعامل مع واحد اصلا برات المغرب؟ انا الناس اللي بتعامل معاهم هم بالمغرب، شلون؟ يعني انا ما بعرف اصلا من وين جايبه انت هالخبر، واذا حدا كذب عليكي انا مو دخلني، يعني اذا كذبوا عليكي انا مو دخلني. انت مو دخلك، بس اذا هو اتصل فيني
طيب لنفترض انه هالشي صار، يعني مو من المفروض تيجي تحاكيني، مو انه هيك تطلعي بستوريات وتتهجمي علي بالسوشيال ميديا، مو المفروض انه تيجي تحكيني ونحل الخلاف بيناتنا؟ اشهارات، انا كمان بنزل اشهارات، انا عم يجوني اشهارات من زمان صحر، يعني مو انه لا انا ما بلشت غير منك صراحه، بقول لك انا عم غير ما بيصير هيك، يعني او ماي جاد. طيب يا جماعه، انتوا عم تسمعوا هي قالت لحالها انه هي بتغار، طيب ليش متابعينك جايين عم يتهجموا علي؟ بس كان المفروض انه ما نعرض هالخلاف اصلا على السوشيال ميديا كرمال من الاول انه ما ندخل متابعينا. شو بعمل اذا انت طلعتي رديت علي؟ انا ما جبت اسمك ولا حكيت عني، بس انا عارفه انه انت حكيتي عني، يعني انا ما قلت اسمك كمان ما قلت اسمك، بس انت حكيتي عني وانا عارفه انه انت حكيتي عني رغم انه ما قلتي اسمي. بالله مقلب اتفقت عليه انا وسحر، وحبينا نوجه منه رساله انه كيف ما كان الوضع، كيف ما كان الخلاف، ما لازم يظهر على مواقع التواصل الاجتماعي ونضل نشوف الفضايح وهيك. اذا كان الخلاف بين يوتيوبرز يحلوه مع بعض، اما انا وسحر ما بيناتنا ولا شيء، ما بيناتنا لا غيره لا حسد، ونحن كان بدنا نعمل فيديو تعاوني وطلعنا بهالفكره، ما بيناتنا شيء. والله يوفقها بسحر اكسبريس، الله يوفقها، وحتلاقوا الرابط تبع الفيديو تبعها وقناتها، وروحوا اشتركوا. صح ودخيلك يا شيماء، احكي لي مع متابعينك فايتين لعندي عم بيقولوا لي تحكي لي، والله انا وانت كمان متابعينك كمان. جايز ما في داعي، احنا كنا عاملين مقلب، ما في داعي تسبوا بعض، وتحياتي لاهل لبنان، وتحياتي لاهل المغرب اللي منه انا، وتحياتي للعالم العربي كله. حبيبتي وانا شيماء بدي اقول لك شغله، انا كثير فخوره فيك حبيبتي قلبي، شكرا كثير لك. حلو المحل انت الاونلاين ستور، شيء خاصه بالحساب، شيء رائع عن جد. انا يعني ان شاء الله بس بدي اتحشى بالحشه من عندك. حبيبه قلبي شكرا كثير لك، شكرا حبيبتي، يلا شكرا حالك وسلمي لي وكتب الفيديو. ايه مو انا ما حذفت الفيديو تبعك، لا انت اللي حذفتيه، انا سالته.
دخيل قلبك ديري بالك على حالك. يلا بنحكي، مع السلامة، باي. شفتوا يا جماعة؟ سوري جايز، سوري على هالمقلب، سوري على هالمقلب. حبايب شيماء، متابعين صحار، هلا فيكم كلياتكم، نورتوا الدنيا كلياتها، من لبنان، من سوريا، من كل بقاع الدول العربية، نورتوا كلياتكم القناة، هلا فيكم. هلا فيكم بعيلتي حبايب شيماء، كرمال نوصل لنص المليون اشتركوا في القناة، وهلا فيكم. انا وسحر رفقات من زمان، زي ما قلت لكم تعرفنا في برنامج، يعني هالشي من كم شهر، بس قررنا انه نعمل هيك هذا المقلب كرمال نوجه منه رسالة انه يا جايز، مهما كانت الظروف، مهما كانت الخلافات، ما لازم تنعرض على مواقع التواصل الاجتماعي، حلوها وراء الكواليس، ما تعرضوها. انا وسحر ما بيناتنا شيء، كل هالشيء كان هيك يعني وهمي وملفق كرمال نعمل هذا المقلب، وكنا حنعمل فيديو تعاوني بطريقه ثانيه، بس طلع معنا هالفكره الحلوه وحبينا كمان نوجه منها هالرساله. انا مو يوتيوبر تبعت مشاكل وتبع الخلافات والفضيحه ورد على فلان وكذا، حبينا بس نعمل مقلب ونوجه هالرساله، بلكي بيشوفوها اليوتيوبرز الثانيين وبيبطلوا يعملوا فضايح على السوشيال ميديا. وسحر كمان بعرفها مو من هالعالم اللي بتحب الفضايح اكسترا، وكتير كتير بنت عسل وكتير كتير بحبها، ونحن رفقات يعني ما بيناتنا عداوه ولا شيء. واتمنى انه من متابعيني ومتابعين سحر يكونوا رفقه مع بعض، بدي اشوف القلوب والحكايه الحلوه هيك بالتعليقات، ولا تسبوا بعطرة ولا تهجموا علينا نحن كمان اللي عملنا فيكم المقلب، حبينا هيك نغير جو. بحبكم كتير ونشوفكم ان شاء الله في الفيديو القادم، خليت لكم الراحة، بسلامة.